ما عندي. مش عجب. هو عندك وما تقول له صديق ولا عدو واحد؟ ما اقول الامام اكو علي. اسم ببالك؟ لا والله ابد. لو ماكو ابد ابد. ضيف امنيتك تستضيفه، واحد محلي واحد عالمي. والله هاي العالمي صعب. ليش صعب؟ طموح. المحلي يونس محمود، ويونس محمود نصا قالها وحكيتها باكثر من برنامج، قال انا حيدر الرماحي ما اطلع ويا ضيف. ما اطلع ويا ضيف؟ ليش؟ فترة قبل الانتخابات دعيته بشكل مباشر. قالت تفشل مشروعي. اذا اطلع وياك بالشاشة. عندك شيء شخصي وياه؟ ما عندي شيء شخصي وياه، بس الصراحة مرات ما تعجب. ما تعجب يونس صراحتك؟ طبعا. يونس بوجهة نظري مو شخصية إدارية بالوقت الحاضر. بعد ليش تريد تستضيفه؟ حتى قلنا انه انت مو شخص اداري واريده يحاورني بهذا الموضوع. خو قل له بالبرنامج بدون لا يكون قدامك يا ابو يونس. والله ما يجاوب. تليفوني ما جاي، كان راويتك المسجات. مسجات شنو؟ بيني وبين يونس. اي؟ ما يجاوب. ولا رساله جاوبك عليها؟ لا هو ولا عماد محمد، وعماد محمد سلم عليه بملعب الشعب تمارين منتخب الشباب، قلت له انتم اكثر شخصين بالعراق ونهائيا ما جاوبون. قال ليش ما عندي شيء؟ قلت له احمد والي تحياتي له، قال ما يعرفك حيدر يجوز هسه ما عنده رقمه. قلت له لا داز له اكثر. هاي المسيره قلت له داز له اكثر من مره، انه ترى اللي داي يحكي وياك حيدر الرماح مقدم برا، ما يردون عليه. والله يزعجك هذا الشيء؟ زعجني طبعا، زعجني لان احب المنافس اليوم، ومن شخص تدعي المنافس وما يجي نفسك هو ضعيف. يونس ضعيف جدا، يخاف من المواجهه ويحاول ويحب. شلون هسه عندهم على اساس سياسه الاحتواء اللي هي سياسه خاطئه جدا.